بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين. إن شاء الله بداية من الأسبوع هذا راح أعرض كل أسبوع 5 تلميحات لنظام الماك. أنا أعرضها على حسابي في الإنستغرام، لكن حبيت أشاركها برضو لمشتركين قناتي في حبيت أن تحديثات النظام وتحديثات البرامج اللي أنت محملها من الأب ستور تتحدث بشكل أوتوماتيكي، فقط روح للإعدادات وبعدين روح للأب ستور وتأكد أنه في علامة صح على كل الأشياء هذه، وبكذا راح تتحمل معك تحديثات الأمان وتحديثات البرامج بشكل أوتوماتيكي. لو في أشياء ما تستخدمها ولا حاب انها تظهر لك في السيستم بريفرنسز، مجرد انك تروح على فيو وتضغط على كاستمايز وتشيل علامه الصح عن الاشياء اللي مش حابه تظهر لك وتضغط على دن، وبكذا راح تختفي. في نظام الماك ممكن يكون عندك اكثر من سطح مكتب، مجرد انك تروح للميشن كنترول وبعدين تروح لاقصى اليمين وتضغط على علامه الزائد، وكذا راح يكون عندك 2 سطح مكتب. لو حبيت تقفل اي واحد منهم مجرد انك تضغط على علامه الاكس. لو حبيت تعرف اكثر البرامج اللي تستهلك من البطاريه راح تلاقي ايقونه البطاريه في البار العلوي واضغط عليها، وراح يظهر لك تحت App Using Significant Energy البرامج اللي تستهلك البطارية أكثر. لو حبيت أنك تحول عملات في نظام الماك فقط افتح برنامج الحاسبة واكتب الرقم اللي انت حاب تحوله، وبعدين روح على Convert Currency، اعمل Update عشان تتحدد بتاريخ اليوم، واختر العملة اللي انت حاب تحول لها واضغط على Convert وراح يظهر لك الرقم. في النهاية أتمنى إن شاء الله أن تكون طريقة الشرح عجبتكم والمعلومات مفيدة لكم. لو كان في عندكم أي سؤال أو استفسار لا تسألوني على حسابي في تويتر اللي ظاهر معكم على الشاشة الآن، واللي موجود عندكم رابطة في الوصف تحت. يعطيكم الف عافية ونشوفكم مع فيديو جديد.